طبعا هذا الفندق اللي نزلت فيه وهو موقع مرة رائع جدا ومميز صراحة، سعره معقول، إفطاره جميل جدا جدا ومتنوع مع الجلسة الحلوة ذي. شوفوا كيف هذا من البلكونة عندي في غرفتي مطلة على المحيط مباشرة، ما تشبع من المنظر ذا، سبحان الله. والحين متجه إلى وسط المدينة، هذا الطريق اللي جاي من الفندق بيطلعني فوق على الهاي واي، ومن هناك مع القرية كذا حتى أوصل وسط المدينة، ما هو بعيد يعني 20 دقيقة تقريبا. هذا من وسط الأرياف، ممتع، أتعمد إني أدخل مع الأرياف علشان أشوف المناظر الجميلة ذي، جميلة. طبعا الأشجار واضح إنه لسه في موسم جاي وتعبى أوراق وورد زي كذا، صراحة ما يمل منها. البحر قدامك هنا وسط الأحياء الهادئة الجميلة ذي، متعة. سواقة هناك مرة مريحة جدا لأنه ما في زحمة. يا سلام، الحين دخلت البلدة القديمة يعني وسط الديرة، أرصفتها جميلة وممراتها الرائعة هذه ودكاكينها ونظافتها، يعني شيء يفتح النفس صراحة. هدوء الناس اللي فيها، ما حد يتدخل فيك ولا يكلمك إلا إذا طلبت منه، مرة رائعة جدا يعني. أناقة أنسنة المكان يعني بما يتماشى مع البشر. شوفوا الأرصفة كيف محفوظة، حقوق المشاة، السيارات كيف تمشي وبهدوء، غير مزدحم ومقنن يعني. حتى الباركينج في مباني، أنا ركنت السيارة في مبنى خاص للسيارات الفترات الطويلة، الفترات القصيرة ممكن توقف شوي تاخذ شيء وتمشي على حسب زحمة. وجهة على مطعم من أشهر المطاعم في البرتغال. المطعم هذا موصى عليه من جوجل ومن الناس اللي سبق إنهم جو، فنكون نشوف الطبق اللي هم يعني مثلا يشتهرون فيه ونجرب. المطعم هنا يعني على بال ما نوصل للمطعم ناخذكم في التور هذا، تمام؟ تشوفون المدينة طبيعتها الممرات الجميلة هذه. ديرة حلوة هادية نظيفة مرتبة. اوكي، هذه الوجبة اللي يعني بتوصيتهم، قلت وش تنصحوني؟ قالوا انت في جزيرة خذ سمك. فان شاء الله انها طيبة ان شاء الله. كذا انتهيت من الجولة وسط المدينة الرائعة هذه. لا تنسونا من دعمكم بالاشتراك والتعليقات واللايك، ونشوفكم في فلوق قادم. تحياتي، مع السلامة.